ماشي. سوسته يا سوسته، اجي ناخدها يعني. طيب ماشي. يوسف انا جاي وعامل حسابي، جايب الكرسي وجاهز. عارف يوسف دي؟ غمض عينك، فتح عينك. ايه ده، انت معرفتهاش؟ لا مش عارفها. يعني انا صرفه ومكلفه في الاخر ما تعرفهاش؟ دي فاكهه التنين يا ابني، دراجون فروت. تنين بطلع نار من بقي يعني لما اكلها؟ دي اغلى فاكهه في مصر. ليه يعني؟ مش فاهم. ما احنا هنعرف دلوقتي. ورينا. انا قررت اجرب لكم اغلى فاكهه في مصر، محدش يقول ان في اغلى من كده. طبعا عرفتوا ليه سوسته ما رضاش ترميها، ومحدش برضو يقول لي كنت دي كانت ترند وعد عليها وقديمه. انا اللي هرجعها ترند. ليه بقى؟ لانها اول ما نزلت كانت ب 500 وحاجه يا جماعه، واحنا برضو نجرب بس يعني مش كده وخلاص. ها استنيت لما نزلت وبقى الكيلو منها ب 250 مش 500 وحاجه، ورحت جبتها. بس عارفين برضو بتاع القمر دي اللي ما رضاش سوسته يحدفها دي، الواحده بس كانت بحاجه 50 وحاجه 70 يعني مش فاكره. لا وبصوا بقى كمان متأملكم معاها يعني، عشان دي ايه يعني هتتعامل معامله الفي اي بي. انا مش عارفه ازاي هيهون عليا اقطعها دي والله. ها ده انا هنيمها جنبي النهارده. بس انا عندي سؤال، انت ما بتحرميش؟ لا بتحرميش خالص. ها ما بيحرقش فيكي حاجه يعني؟ ايوه انا قلت كده برضو. سامحيني، ها سامحيني في اللي هعمله. جاهز؟ جاهز. هقطعها. يا ريت هقطع. انا نقعد سنه بقى شان عليا. امال لو كانت لسه ال 500 كنت عملتي فينا ايه؟ ما كنتش هجيبها اصلا والله. اقول خلاص يا عم ما تزقش. لا لا طب نسيت اقول لهم حاجه، معلش حاجه اخيره بس يا ستي. خلصي بقى. قعدت انقي فيها. بصوا كان في بقى واحده ايه، ورق اللي هنا ده بيبقى اخضر خالص، بس انا قلت لا انا هبقى ذكيه واجيب بقى واحده كده تكون بنكي في نفسها. المهم يعني حاولت انقيها كده ايه، قلت يمكن تبقى كده مستويه. انا اول مره ادوقها في حياتي يا جماعه. لا ومعرفش كمان دي اللي لونها ايه من جوه يعني. بس يا رب تبقى حلوه. بصوا من جوه عامله ازاي. بصوا ريحتها ما بتدلش على اي شيء، سبحان الله. بصوا عامله ازاي. ما تاخد تدوق انت الاول. اتكلي على الله. بس انت الاول. يا نهار ابيض، مش عارفه ليه مش عايزه اخش بسكه كده. طب لو طلعت وحشه هنعمل بيها ايه بعد اللي اتدفع ده؟ عصبي قوي انت. بص هي اكيد ليها فايده كبيره، خلي بالك عشان تبقى بالسعر ده، بس مش في طعمها. لا تبقى ما عجبتكيش وبتحاولي ما تزعليش على الفلوس. بس والله حلوه. هي شبه ايه بس كده يا جماعه؟ يعني ملمس الكيوي على فيها ميه كده. بصوا الميه قطعت. بص كده. طب ادوق تاني، معلش ادوق براحتي بقى واطول براحتي. اه يعني كيلو ب 250 جنيه. وتحسوها مش محليه، اعذريني طبعا لو باكل كتير، بس انا مصدومه السعر صادمني، فمش عارفه هنعمل ايه دلوقتي. عارفه هي في اول طعمها كده حلوه، بس في الاخر ما تفهمش ايه اللي بيحصل. تفتكر الفلوس فبتزعل. لا لا ما عجبتنيش. امال لو عجبتك كنت عملت ايه؟ انا عشان ما تزعليش على فلوسك يعني. انا كده ما زعلتش عليها؟ ده انا زعلت اكتر.